ابوس قلبها ناري. هاي ناري ما احلام احلام. ما فهمتش شو كانت بشعه وهي صغيره. لا حلوه كثير كانت. شو حلك شعه؟ طلع ما احلام. حاطين لطاسه براسها وقاصينها بالمقص. فانا وشيرو وناريم مخططين نعمل نفس الصوره هي هلا. كثير حلوه الصوره كثير. شو خالطيني ماما ماما كان دني الشتاء وكان ناقص واحد يا ناقص اثنين درجه حراره. ليك بنطلون ولا شاط. كان لابسينكم صوف وكان زاد صوف وستريتشات وفوق البيجامات. يعني كان الغرفه هاي اللي كنتوا قاعدين فيها كانت كثير بارده ما كان فيها صوفيا. فيعني حاطين لي لابسيني نصيه وحاطين اياها بالبنطلون اكثر شخص كان هادي بالبيت هو انت. لا بطلب ولا كنت بعمل ولا كنت بشغل. بس بتذكر مره بابا ربطني بالبلكون. ليش؟ تتذكري؟ لا ما بتذكر. والله مرة أبوي ربطني بالبلكون. ما بتذكر. كان كل ما يجي بدي منه 100، كل ما يجي على البيت بدي منه 100. عم سفقني كف حطني بالبلكون قال لي روح بدك 100. لا ما بتذكر هي. بس كنتوا بالنسبة لأطفال جيلكم يعني أو لرفقات ناس بعرفهم كنتوا كثير هيك. كنتي ما تخليني كان نفسي لحد الآن نفسي كان ماما تخليني أروح رحلة مع المدرسة. ولا رحلة مع المدرسة بحياتي رحت لها. ليش؟ يعني بهداك الوقت في صارت حادثة يمكن بالطرطوس يا باللاذقية في راح ورحلة بقارب والقارب كله قلب وكل الأولاد غرقوا. كنا بنروح حافلة حافلة أي شيء. المهم أنا عندي روح. فوبيا تبعت رحلات المدارس. يعني شو الرحلات كنا نروح؟ معمل بوزة، معمل شوكولاتة، معمل دروبوز. يعني أنا حسيت إني وقتها ما بفيدكم. وقتها روحتكم على معمل على أي مكان بفيدكم. بتذكر كلمة قلتي لي أقسم بالله يا جماعة والله ثلاث مرات كانت امي عم تخبز. قلت لها لماما ماما لامتى حنضل هيك يعني؟ شات كان عمري 12 سنه. قالت لي ابني لهلا بتذكر هاي الايام بكره كلها بتصير ذكريات. وسبحان الله صارت ذكريات. هي كلها حتصير ذكريات. السؤال بعده ماما بينك وبين حالك نحن خمسه ما شاء الله هل بتفكري بشي يوم ظلمتي حدا فينا بشي شغله او فضلتي حدا على حدا؟ لا ابدا. انت بتعرف أظن هذا الجواب عندك بين هلا أنا نفسك. يعني ما بعرف لازم أنا أعمل جلسة مع الخمسة كل واحد أقعد معه نص ساعة مشان أعرف نحن يعني ما أنا قدمت ما فضلت كل شيء فينا. لا قدمت كل شيء يعني لو كان في عدل بيننا نحن الخمسة. إيه أنت شايف أنت أنا شايف. أكيد شايف إيه خلص أنا بسألك حتى ما هلا أحيانا بكون حسب حالة الولد اللي عندي بكون الحالة عم مر فيها فما بيمنع اني انا اعطيه زياده اهتمام او ارفع له معنوياته او هو حسب الوضع اذا واحد يعني محتاج زياده اهتمام اي لك هذا بتسميه انه هذا مو تفضيل هذا اسمه يعني تشجيع اسمه يعني اني الحاله اللي هو فيها بده يكون محبط. صحيح. هل تعتبري حياتنا صعبه وفيها ستريس خاصه بالسوشيال؟ اكيد كثير. وبتزعلي ولا بتتضايقي؟ بزعل كثير بتضايق كثير بحب no. اعيش حياه طبيعيه ومثل كل هالعالم انا ما بشوف يعني اي شيء محسوب علي اي تصرف اي شيء فبتحس العالم كله عم تصطادك او اي شخص بدهم اني يلاقوا مع اني نحن بشر يعني ما في انسان ما في انسان كامل ما في حدا ما بيطلع فمثل كل هالعالم واحد بده يزعل بده يبكي بده يختلف مع ابنه بده يختلف مع بنته فهي الامور موجوده في الحياه. فالشي بيزعلني اني مجرد اي تصرف صغير مثلا بالصوره او فيديو او شيء فبتشوف العالم يعملوا اوفر كثير مع ان هن يكونوا عاملين هالشيء واكثر. الناس اكيد يعني بتنتظر يكون الشخص بيرفكت بس بالنهايه ما في حدا. انا بحس كامل طبيعه بشريه باي شخص اذا كان مشهور هيك فالناس اللي حواليه بحبوا دائما يلاقوا عليه شيء مأخذ او يلاقوا عليه شيء عيب او مشان هيك عندهم يعني بتفكيره اني هذا انتقاص له مع اني نحن بشر. والله في فئه من الناس هيك فئه من الناس طبعا ما عم بحكي اني كل البشر